مساء الخير. كثيرة هي الأسر التي لم تتوقع يوما أن تفقد من تحب، أن تهتز أركانها على وقع الاختفاء، خصوصا عندما تجهل دوافعه. أشخاص تضطرهم ظروف الحياة للهروب بحثا عن مخرج ما، لكنهم لا يدركون حجم النزيف الذي يخلفونه، لا يلمسون طعم المرار الذي تتجرعه الأسر في معركة بحثها عن إجابات للأسئلة التي تلاحقها. هروب اختياري أو اضطراري يتقاطعان عند حجم الدمار الذي يلحقانه بقلوب نسفها غياب عزيز. قراءة يؤكدها إصرار الأسر التالية على معانقة من تحب، لنشاهد بعناية نداءاتها التي أعدتها نوال لالج. نبحث على ابن ديالي جليبي عبد العالي اللي اختفى من نهار 16 شهر 10 2021 من الجزائر من عين الترك الى الصباليون، وما سمعنا عليه حتى اخبار. الله يرحم والديكم، اللي عرف عليه شي حاجه او شافه يعلم عنا النمره ديالي ولا النمره اللي في الشاشه. انا الصديق ديال رشيد ابو الفضل. رشيد زاد مدينة الجديدة مستشفى محمد الخامس 19 فبراير 1990 بدون توفر اسم الأبوين. تبنته عائلة مغربية بريطانية باسم الأب محمد موريني، كانوا كيسكنوا بدرب غلف أو بكدية بن دريس مدينة الجديدة. ونهضر لي هادشي من بعد ولات عندو 3 شهور، متوفروش ليه لأنه متوفروش ليه الوثائق الرسمية، خلاوه عند عائلة مدهوم. من بعد 6 شهور عدوا سكوتلندا وتما عاش وكبر. رشيد كيعيش الان وضعيه مستقره، ولكن تيقلب على الابوين البيولوجيين ديالو او العائله البيولوجيه او اي فرد منها، لانه محتاج ليهم نفسيانيا وكيحتاج يسلم عليهم ويعنقهم. كنسول على اختي امينه اللي تغيبت ليبيا منذ 2016 اواخر شهر 5، اللي تعرف عليها او عنده عليها شي معلومات، ميتة او حية، ما جاتنا عليها حتى شي اخبار. صيفط للدوزيل او لا الرقم اللي على الشاشه. سي سلام الحساني، تحالي على مركز الادماج الاجتماعي لسياده بطنجة من طرف السلطات المختصه، وانا لحد الساعه دابا لمده سنتين من الحجر الصحي، ما كاين حتى شي واحد من العائله ديالو كان يسول فيه او هادي، فالمرجو اللي كيعرفو او تعرف على الصورة ديالو او كيعرف شي واحد من العائلة ديالو فيتصل بالمركز الادماج الاجتماعي بزياتا بمدينة طنجة. تكلمت في بداية العدد عن الاختفاء الغامض وأثره على الأسرة التي تغرق في بحر الفرضيات والسيناريوهات التي تنسجها من خيوط أحداث أو جزئيات تعلق بذهنها. تلك هي الوضعية التي تعيشها أسرة نوفل بن يوسف الذي ترك أسرته بتطوان وتوارى عن الأنظار قبل أزيد من سنة ونصف. مريم الريسي، حسن الشاب وأمين عدراوي يحاولون فك لغز الاختفاء. اللي اختفى نوفل، خرج بيكالا ماشي النادي، قال لك سيدي غنمشي النادي، مشى تعطل علينا في الساعه ديال الغدا، جيت كنسقسي قالوا لي من يوم ما جاش هو ان شاء الله خلص الشهر ديالو، فهمتي؟ بقينا هيدا كنسقسي وهيدي، قال ما كاينش شي كوميسيريه ديكلاريت عملت اخر ديالي، قالوا لي حنا غنفتشوا عليه من ديك الوقت. هذه دابا عام وسبع شهور، وفي كنوض كنفكر نجي النادي، هو عنده عزيز عليه النادي، عنده عزيز عليه في الدم، كي الصحة ديالو رجعت مزيانة ومضخم وهذه، والخدمة ديالو النادي وصحاح والدراري كاملة كتبغيه كاملين كيسقسيو عليه. سلام عليك، كيف سينا؟ لاباس بخير الحمد لله. كيف نواحد نوفل؟ كاين شي اخبار عليه؟ باقي هذاك الوقت ما شفنا حتى الاثار ديالو، باقي ما سمعنا اخبار عليه لا حتى شي حاجة. شي الزيقة ديالو عندهم بصح شي حاجة، كيقول غيمشي شي بلاصة ولا هذه. لا والو، كنسول الدراري عليه زعما واش شافوها ولا والو، زعما حتى هما كيقولوا لي ما شافوهاش. نطلبوا الله يسمعنا خبر خير ان شاء الله. ان شاء الله نطلبوا الله يكون خير. ترينا واحد المده كبيره هنايا، واحد المده 4 سنين 5 سنين، شنقول لك عمرنا شفنا منه شي حاجه د العيب. كان حدودي، كان كيجي كيترينار وكيسالي كيمشي بحاله، يعني كيضر يعني حدودي، ما كيقولناش شي حاجه كبيره. اني كوتش ديالو ايام الاخريه كان جا خلص الشهر،
تريناشي جوج الحصات ولا ثلاثه الحصات وما بقاش كيبان. فاش سمعت خبر اختفى شغنقول لك ما عجبنيش الحال، تعصبت بزاف حيت واحد الانسان كان عزيز علينا، كنا كنشوفوها بحال اكثر مخانة واكثر كل شيء، فهمتي؟ احد انسان طيب. السلام عليكم امي عرفتي؟ السلام استاذ كنتي، كيف كلشي بخير؟ الصحه طيبه. توحشنا لك اصاحبي. غورات باقي كنفتش في الكوميساريه كتسول. مشينا للكوميساريه، مشينا للسبيطار، مشينا نادي فيك يمشي. كامي عرفتي القلب ديالنا محروق على نوفل حق الله العظيم، وباقي حاليا كيجيو الدراري صحابنا كاملين كيسولوا عليه وكيسخسيو عليه. نوفل من ناحية معرفتي بحال الاخ ديالي، بحال اللي عارف نفسي شنو كاين. نوفل من ذاك النوع ما كيعاودش، كيخلي كلشي داخل، يعني الحاجه اللي عاد شو الشكل اللي عاد مرتك ما كيخويها لكش، كيخليك دائما انت مرتاح. انا كنقول له بدي كان اريس عساك، كنقول له نوفل كنحس بك اليومين رجعتي ماشي هو هذاك. كيقول لي والله ما كاينش حاجه يوسف، خلي الامور عاديه، والله ما كاين حتى حاجه كيقول لها يوسف. كنقول مستحيل نوفل، كنشوفك بوبري عقلك عيهرب. الايام الاخيره نوفل هي هذه، زعما تكلمت لك ان السيد ما بقاش كيقدر حتى يخدم، يعني داكشي اللي فين داخل ما كيخويش مرطو. ايوا جا عندي واحد النهار قال لي يوسف اسمح لي بزاف، راني وليت كنمشي في العمل. قال لي ما قادرش، ما عنديش الجهد اللي عندي نخدم. قلت له نوفل شوف دابا على راحتك، خدم ارتاح الراحه ديالك، ملي تجبر في راسك شي شويه مرحبا بك في اي موطع. انا البلاصه ديالك ما غنبدلكش وما غنخليش شي واحد يخدم البلاصه ديالك حتى تجي عندي انت ان شاء الله. وهداك مهما كان ملي شفت العائل غابك ثلاث ايام متصلت بي، قال لي يوسف ملي جا عندي قال لي يوسف اللي كاين واللي كاين. واتصلت بالوالد ديالو قلت له عمي عبد السلام شوف العائل ديم الطبيب جري فيه ما بقاش كتفرج فيه ايضا. وما قازتش بزاف اتصل بيا عمي عبد السلام سخصاني على نوفل، قلت له نوفل ما جاش عندي. الصديق ديال اللي كنحسن له حتى هو صاحبه بزاف، نروح وما بانلوش فشي بلاصه شي حاجه هيدا كيفكر غيمشي فشي مطاع هادي. عمي عبد السلام واش نقول لك، احنا حاولنا نقلبوا عليه، حاولنا نفتشوا عليه، عملوا تصاور الدراري كاملين مساكن الاصدقاء ديالنا كاملين عملوا تصاور ديالو في فيسبوك، ولكن ما كان حتى شي نتيجه. يعني طلبوا الله سبحانه وتعالى يكون في امان الله، وطلبوا الله سبحانه وتعالى يرجع بخير وعلى خير ويكون في الامان. كنجي لهنا كنت كنرتاح له بزاف، ملي كنجي للخدمه هنا كنلقاه هنا هو الصديق ديالي يوسف، وخا الصديق ديالي يعني مده طويله اكثر منه هو، ولكن هو بقوه ديك المحبه اللي كانت عنده مع الناس كنت كنجي كنبقى نستنى تيسالي هو باش كنجلس انا حاسس لي هو. علاش؟ لان عنده واحد الطريقه الخدمه، واحد الطريقه الهضره معاك، واحد الطريقه غريبه سبحان الله العظيم. انت كيجيك النعاس معاه ملي كتكون كتحسن، وخلى بلاصته بواحد الدرجه قويه. لان النهار اللي جيت انا باش عرفت الخبر، لان ما كنتش عارف الخبر، دوزت واحد 4 ايام ولا 5 ايام جيت عنده باش نحسن، قال له راه ما كاينش مختفي. تصدمت لان ما تصورتش بان نوفل اختفى، لان ديك الطريقه ديالو المعامله مع الناس والطريقه ديالو التصرف كيفاش كيخدم كيفاش، والحب ديالو للرياضه كان عنده، هو كل شيء عنده هو الرياضة والخدمة، ما يعرفش حاجة أخرى. فين مشيت يا عبد السلام؟ مشيت من نادي، طلعت من عند يوسف الصالون الحلاقة اللي كان خدام معاه، إيوا سقسيناه وقال لي راه كلشي كيسقسي عليه، كلشي توحش له، جبرنا واحد الصديق ديالو تما مشوشين عليه. وهادي هي مت الاخريه تبدل بزاف، كحل رجع كحل، هزنا وفن هذا رجعنا وفن بحال اللي تغير بزاف. ها كيمشي ويجي على البيكالا، كيمشي ويجي. تقول فين وصلت يا نوفان؟ قالوا الوالده انا مشيت عان هنايا وصلت حتى الكليه ورجعت. كنقول علاش مشيتي حتى الكليه ورجعت؟ كيقول لي انا عام مشيت حتى الكليه ورجعت. ما يمكنش، والبيكالا فين خليتيها بني؟ قال لي انا البيكالا خليتها تما وسعركت في التاكسي ورجعت، ودابا رجع مع البيكالا في ديك العشيه ديال الاثنين، ونهار ثلاثه مشى في الصباح. نجيو ناكلو يهضروا عليه، نجيو نعسو يهضروا عليه، نجي يفطروا يهضروا عليه. ما عرفنا العيد كيف جاز، كنعرفو رمضان كيف جاز، ما كنعرفو عواشر كيف جازت، لا حتى حاجه. كنفكروا ليل ونهار، الصباح وعشيه،
كنشوف شي واحد كنقول له عقلي هو كنمشي للناس كنقول دابا شي واحد كيدق شي واحد عليا قسمو بالله كيدق شي واحد عليا كنقول له كنا وفنجا انا وفنجا كنقول هذا عاشي راجل جاي يدوق شي حاجه هيدا كنقول له لا هذا واقيلا عنده خبر الدوفان كنسمع شي حاجه على التليفون كنقول صافي كنشبر لك التليفون كنمشي ليه وكنقول له باش يكون شي خبر على نوفان كاين حتى اثر حتى شي واحد يفرحك بشي حاجه مره بزاف 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 هاد الصبي كيعيط لي عنوز هضره عنوز هضره يقول للوالده انا مطال الفلاني او الله الوالده هذا بس بخير انا مزيان او الله ما كانش كيبقى بيا مره ما كانش كيتفرق عليا مره كنكون نعسه كيجي نفرج ديال انا الوالده جات من الصالون ويجي مسكين قلت لكم مريضه في الليل كيمشي يشري لي الدواء ويجي الحمد لله الحمد لله الله يرضى عليه الله يفرش له الرضا يسقي الرضا الله يعاون وداك الله يعاون نوفان هادي 4 سنين هيدا باش حسينا بالمرض ديالو وديناه للطبيب وجوزات الطبيبه وتبع الدواء ديالو ورجع مزيان مدخم صحاح كيمشي النادي الطبيبه قالنا خصو يبقى نتبع الدواء ديالو هو صحاح سيب عليه ذاك الشيء قال انا صحيح بخير وعلى خير المهم واحد المده ورجع كيتقيا ذاك الشيء كيخنقو كيتخناقو هادي كنقولوا يا ربي يجي مفاجاه شي نهار يخلط علينا ونرتاحوا كاملين بينا ويرتاحوا حتى خواته ويماه وعائلته والناس صحابو الحيرة تنخل قلب الأسرة وغياب الإجابات المقنعة يعقد مسارات البحث نتحول لمتابعة قصص أخرى تحكيها لنا النداءات التالية معكم سادية صنيبة رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية المسلمين والتكافل الاجتماعي في سدلة البحراوي هاد السيدة اللي معايا تحالت علينا البارح من مستشفى القرب تيفلت كانت ما عارفاش فين غتمشي لهذا كنقلبوا على عائلتها وعلى والدها اللي كيعرفها يتصل بينا ولا عبر قناة دوزيم وشكرا كنقلب على ولدي بن الشيخ حمزة اللي تغيب هادي عام ونص من نهار خرج ما تلاش رجع للدار كان كيقرا في البكالورياس قاطع استدراكية ما دوزهاش شدو بحال الاكتئاب خرج ما تلاش رجع الله يجازيكم بخير العائلة كلها كتسول عليه الله يجازيكم بخير اللي كيعرف عليه شي حاجة يتصل بهذا الرقم يتصل بدوزيم وشكرا ابن الريان اللي تحلل المؤسسة من طرف المحكمة الابتدائية مدينة طنجة منذ سنة 2019 مدة السنوات معنا هنا في المؤسسة وعندنا صعوبة في الإدماج ديالو سواء في البرامج التربوية أو التكوينية لافتقارنا إلى الوثائق التبوتية ديال الطفل الريان إذا كان طلبوا من أي واحد كيعرف هذا الطفل الريان سواء الأم ولا الأب ديالو ولا أي واحد يتعرف عليه يتواصل مع المؤسسة ديالنا أو مع قناة الدوزة الله يجزيكم بخير هادشي كرياس دوز خايب غنبغيو نمشيو للسبعينات دات مو فيهم السبعينات من عزهم وحدا سميتها مريم وحدا فاطمة ومبوك سميتها مبركة الدكتورية باهم بوخش القدور توفى رحمة الله عليه تقريبا 39 عام حدا 6 ديال الولاد وبنت ودابا جا واحد النداء قال لي كيسكنوا في الشدا ولكن الله أعلم واش باقي في الشدا ولا الله أعلم ما كاين حتى شي سميتو مريم يعطيني شي حاجة هو ما كاينش دابير كبيرة فاطمة مريم عندها ما بين 58 و 59 عام وفاطمة عندها ما بين 56 و 57 عام على وقع هذه النداءات نودعكم ونضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله على راديو دزام ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية منتصف النهار لا تنسوا أن خدمتنا مجانية في أمان الله